يعني الأمور اللي بتبين بنحكي مع عنها مو شرط يعني أنا أحكي مثلا عن السفر والصحة والش لا الأمور اللي كتير عم تبين بالورق عم بنحاول نحكي عنها لأنه عم تحكولي إنه مثلا أحكي عن السفر أحكي عن كذا هو إذا ما بين السفر في الورق أنا شو بدي أعمل عم بشوف ورق ايجابي نوعا ما لبرج الحمل على الاقل أس... يعني افضل من الشهر الماضي تهيأ لي ونهاية سعيدة لهذا الشهر اذا خليني احكي الطاقات اللي ممكن تمر معك هاي الشهر في طاقات نارية على الاغلب زيك حبيبي في في برج السرطان أكتر شي عم يبين أبراج مائية أبراج هوائية فعم بتكون يا برج الحمل هاي الفترة معلق موضوع معين أو متعلق في شخص عم بتراقبه أو هو عم بيراقبك دائما لما نحكي عن العاطفة بيكون ممكن يكون القراءة عكسية زي ما بنعرف فعم يكون في شخص عم بيراقبك او انت عم بتراقبه او الاثنين ممكن يكونوا مع بعض ولكن في تعلق شديد من عندك ناحيته او من ناحيته لعندك عم بيكون في تعلق كتير عم بيكون في مراقبه ولكن ما عم بشوف يعني ما عم بشوفك تاخذ خطوه يا برج الحمل عم بتكون من بعيد لبعيد عم تراقب بتخبي حالك يمكن من الطرف الثاني او انه بتخبي مشاعرك عندك طاقة مثل عم بتخبي امورك بشكل عام عم بتغلف حالك بشوية غموض يمكن عشان تثير غيرة او غضب الطرف الاخر عم بشوف شوية مناكفات شوية يعني أمور خلينا نقول شوية زعل عم ينتهي عم تفتحوا صفحة جديدة ولكن عم بشوفك شوي عندك طاقة أوهام هاي الفترة عم تكون محبوس فيها أفكار عم بتروح وتيجي في في بالك ما عم تقدر تخلص من هاي الطاقة لمنتصف الشهر تقريبا بتضلك تضخم الأمور عم تضخم الامور يا برج الحمل انتبه او تكبرها ممكن من اقل مشكلة تعمل مشكلة كبيرة فلا بدنا نكون شوي رزينين شوي نتحمل يعني تحملنا كتير برج الحمل تحمل كتير فبالعكس شايفة في عنده بداية جديدة شايفتها اكتر على صعيد العمل ممكن تكون اما زيادة في المادة في البوزيشن في في تغييرات في مكانك أنت ممكن يتغير مكانك في الشغل من من قسم لقسم ممكن أفضل منه في علو شأن نوعا ما بالورق في عندك عجلة الحظ ماشية هاي الفترة لازم تستغله يا برج الحمل يعني هاي الطاقة لازم تطلع منها هاي الطاقة علشان تستغل الفرصة هاي اللي عم بقول لك عنها. فرصة حلوة كتير ممكن تكون للعاطلين عن العمل ممكن تكون فرصة عمل جديدة فعم بشوف الحظ بالعمل عم بيوقف معك عم بتحاول كنت إلك فترة أول الشهر خلينا نقول معلق موضوع ولكن شايفتك في بعد منتصف الشهر عم أنا سحبت هذا الورق لمنتصف الشهر الأول أو أول أسبوعين بشكل عام طبعا رح ننزل كمان توقعات وهذا للنصف الآخر فشايفك في النصف الثاني عم لا بتحاول توازن بين الأمور بتحاول آه هذا الأمر اللي كنت معلقه رح تاخد فيه قرار آه قرار نهائي خلينا نقول آه رح من بعد المراقبة من بعد تخباية الأمور الغموض عم بشوفك آه لا قادر أنك تخطو خطوة جديدة كنت معلقها لك فترة إن كان على صعيد العمل مشروع بدك تفتحه أو كذا شايفيتك عم تاخد هاي الخطوة ولكن احذر في شوية غيوم في أمور لازم تدرس الموضوع قبل ما تاخد هاي الخطوة وممكن يكون على على عمل هذا الموضوع ممكن يكون قصدي على العاطفة ممكن أشوفك عم تاخد خطوة أو القراءة ممكن تكون عكسية زي ما أنتم عارفين الطرف الآخر ياخد هاي الخطوة لكن شايفة خطوة جديدة بداية جديدة عم تنتهي بسعادة عم تنتهي هذا الشهر وأنت محقق شيء معين عم بشوف على الأغلب عاطفي عم وفي عنا بالعمل شغلات حلوة فعم بشوف في على العاطفه تحقيق توازن بين العمل والعاطفه شايفه كمان في هذا الكرت ممكن تكون شوية اوجاع شوية ممكن تمر بازمه صحيه اللي هي خفيفه سطحيه ممكن احد افراد العائله يكون عم بيعاني من من موضوع وعم عم بيصير على هذا الموضوع على خير عم تتحسن صحته بشكل عام اذا ورق حلو لبرج الحمل في اخبار حلوه كتير ممكن تسمعها عن الشخص نفسه اللي قلنا عنه شايفه بشكل عام في مصالحه في مصالحه حتى مش بالعاطفه كمان بالعمل رح تتحسن الامور في شخص بالعمل كان مضايقك كتير ممكن يكون هذا مسؤول او اعلى شوي كان مضايقك كان زي ما يقولوا حاطط احتاطك يعني او هيك شيء فعم بشوف الامور عم بتروق شوي شوي وتصير معك عجله الحظ وممكن يكون هذا الكارت كارما رح ترجع لك حقك في العمل إنسان اللي قلت لك عنه إنه كان كتير يعني مضيق عليك كان مرأبك بالعمل ممكن هذا الشخص إنه ياخد جزاؤه هذا الشهر إما يستقيل إما يروح لمكان تاني إما إنه ينظلم زي ما ظلمك آه شايفة هون في أخبار حلوة ممكن تكون من الخارج ممكن تكون عم تتراسل مع حبيب من الخارج أو عم تتراسل على شغل فشايفة أمور طيبة يعني أخبار حلوة ممكن تيجي على شغل من خارج بلدك من خ... أو من خارج البلد المكان اللي إنت فيه عم بشوف في أخبار توصلك لكن ما في سفر بهاي الفترة ما في يعني انك تطلع ولكن في اوراق في اجراءات في امور عم تسمعها من خارج البلد للناس اللي عم يستنوا فرصة او عم بيراسلوا عشان شغل خارج البلد عم بشوف زي ما قلت لك سعادة نهاية هذا الشهر ان شاء الله يعني رح تكون راضين أو نوعا ما في شوية challenges في شوية تحديات عم بتمر فيها ولكن بالنهاية في عم بتكون ال- زي ما قلت لك عجلة الحظ تحتيها ورقة السعادة وال- فممكن تكون كمان على صعيد العاطفة ممكن رجوع لشخص عزيز على قلبك هذا بشكل عام شوف للعاطفة اللي عم بسألوا عن العاطفة ورح ننزل ان شاء الله توقعات ل اذا قدرنا لكل اسبوعين احنا اساسا كل اسبوعين عم ننزل توقعات فاذا قدرنا نكتر كمان شو حكايتك يا برج الحمل؟ دايما في ناس عم تطلع عليك دايما محسود دايما العين عليك هذا نفس الكرت اللي طلع قبل شوي بما انه فاتحين على العاطفه فعم بشوفك شوي عم تستنى اول الشهر آه زي ما قلت لك في طاقة أوهام في أخبار عم توصلك غلط في آه شوف أنت حابس بحالك بسجن أنت اللي حابس حالك فيه مش مش حدا اللي عامله يعني مش الواقع أفضل مما أنت عم بتفكر فيه عم بتفكر بتشاؤمية نوعا ما عم بشوفك آه ولكن سرعان ما شوي تتغير الأمور آه في عندك أوهام ناحية الشريك ولكن شايفة في أمنية على صعيد العاطفة ممكن تتحقق بالنسبة طبعا للكل للعزاب للمرتبطين للمنفصلين شايفة انه الحبيب عم يتطلع لك وكأنك انت امنيته او انت شغل شغلة صعبة يمكن توصلها يمكن انت تعمدت انه تبعد او تبعد عن الشريك حتى لو كنتوا على علاقة أو على زواج عم بيكون قبل فترة كان في فتور كان في طرف ثالث لكن بشوف في نهاية طرف ثالث هاي الشهر عم بشوف في نهاية طرف ثالث لأنه ما عم يبين عنا في في بقية الأوراق بس هون عم ببين إنه في, في شخص عم بيحاول يخرب بناتكم، عم بيحاول يوصل أخبار غلط، عم بيكون ضد هاي العلاقة أنا شايفته ولكن راح تكون كتير حاسم القراءات العاطفية دائماً ممكن تكون عكسية لأنه عامل القراءة إنت راح تكون حاسم جداً من ناحية هذا الموضوع، راح تاخد قرار خلينا نقول اما ايه اما لا بس انا شايفه انه ايه لانه شايفه في اقبال من الطرفين على بعض شايفه في امنيه عم يعني تتحقق في شخص عم ينتظرك ومخبي لك مخبي لك عرض مخبي لك هديه مخبي لك شغله خبر حلو يمكن شايف الحبيب أو الشريك عم بفكر بجدية بموضوعكم أو عم بفكر فعلا بعيلة وأولاد يمكن عم يجمع فلوس لهذا الموضوع شايفيته مقبل شايفة في, في إحتمالية كبيرة يكون في رجوع لهذا الشهر للمنفصلين من, من برج الحمل شايفة بالنسبة للعزاب في معجب عم بتطلع عليهم من بعيد ممكن يكون برجوناري او هوائي هذا الشخص يمكن له فترة وأنتم ما عم تعطوه فرصة لكن هو يعني في مكانه عم يستنى اما اشارة منك اما يعني هو شخصيته شوي عم بيكون جامد مش حابب انه يعني انه يفتح معك الموضوع وانت تنكسه هو مش عارف حالتك العاطفية عندك حدا ما عندك حدا عم بيشك بهذا الموضوع اذا كنتوا على زواج شايفة انه واحد من الاولاد رح يفرح لك قلبك او فرح لك قلبك فعلا الشهر الماضي او الشهر هذا الشهر هذا خاصة في نهايته في واحد من الاولاد عم يفرح لكم قلبكم للمتزوجين شايفه فرصه حمل ل... لنساء برج الحمل في انتظار من, من شخص مقابل عم بيراقب عم بستنى لكن شايفه في في اقبال من الطرفين لكن خطوه حقيقيه شايفيتها باخر الشهر مش ببدايه الشهر او منتصف الشهر ف الله يجمع المنفصلين خلينا نقول نشوف مسج من الحبيب للناس المنفصلين مو شرط منفصلين يعني ممكن يكونوا مطلقين ممكن يكونوا متزوجين وعلى بعد ممكن يكونوا على علاقة وبناتهم فتور يعني منفصل مش يعني منفصل بال هون عم بيقول لك الحبيب انه مي انه استناني انه في امور بما معناه اذا بدنا نربطه بالقراءة بما معناه انه تنتظره في امور هو عم بيساويها او هو عم بيشتغل عليها او هو مشغول ممكن يكون في العمل في أمور تانية في شغلات تانية شغل باله فهو بيقولك أنا رح أخلصها وأجيلك بس إنه الانتظار بيقولك استناني تحذير لشهر أكتوبر لبرج الحمل